موسيقية ولا لا؟ قول الو. الو ارتاح يا شيخ. يب برافو. موسيقية تلعب موسيقية تلعب موسيقية بتغني؟ لا لا ما بغنيش، لا بس صحابي عارف طبعا يعني. كابتن احمد الشيخ، شيخ اخويا صاحبي يعني. اهلا بيك يا كابتن. اول بمس على كابتن ماهر كابتن مصر. اهلا يا احمد. ده كابتن، وبمس على علي سواد اسلام. اهلا بيك يا كابتن. ومبروك طبعا افتتاح القناه، شيء جميل جدا، واحنا مبسوطين جدا كلعيبه وجماهير، واتمنى التوفيق لكم ان شاء الله. وبمس طبعا على اخويا وحبيبي كابتن حسين الشحات. حبيبي يا شيخو، انا متالق متالق دايما يا احمد. و يعني الشيخ يعني كابتن، يعني والله بجد يعني شهدت فيه مجروح يا كابتن. الشيخ من اللعيبه الكبيره جدا. لعبتوا قد ايه، كام سنه مع بعض في لعبنا مصر؟ سنه، وبعد كده وانا راح الاهلي، بعد كده ما رجع تاني، وبعد كده طبعا في الاهلي يعني. بس يعني الشيخ كابتن هو جابها واحده، مكتوب على باك رايت بالظبط. كنا جابها واحده، كان كنا كسروا الدنيا، كسر اي حد، كسروا الدنيا. ما كانش حد بيقف يا كابتن والله قدامنا. ما كانش حد خالص يا كابتن والله بجد بيقف قدامنا، لان الشيخ كنت انا مثلا ممكن انا ابقى مثلا جوه، هو بره، او بره الملعب انا جوه الملعب، فما كانش حد بيلاحق. فكابتن طريق كابتن ايهاب جلال كانت سريعه، ما كانش حد بيعرف مثلا مين بيلعب هنا ومين بيلعب هنا، فدي كانت فرقه معانا جدا. فالشيخ كابتن بصراحه لعيب كبير يعني، مظلوم مظلوم، وربنا كريمه. مظلوم في حاجات كتير يعني، يعني كابتن إيه كده عارف حاجه زي كده يعني. لا مظلوم مثلا، الدنيا ساعات ما بيبقاش مثلا موفق كتير. مظلوم ما يقصدش ان في حد ظلمه، لكن بيبقى عدم مظلوم يعني، هو بيبقى مثلا بيبقى مش موفق اوقات كتير. فاكره ممكن يبقى هو اللي ظالم نفسه يعني، فاهم يعني. ممكن ممكن برضه يعني، بتحصل كتير. بتحصل كتير. انت مظلوم ولا ظالم نفسك يا احمد؟ قول لنا، عايزين نسمعك. والله والله يا كابتن، انا شخصيا ما بحبش احط نفسي في ناحيه ان انا مظلوم والكلام ده كله، عشان ما ياثرش عليا بالسلب. لكن انا شايف ان انا اهم حاجه بعمل اللي عليا، والباقي كله على ربنا يعني، ربنا سبحانه وتعالى. الشيخ بيتمرن كويس جدا يا كابتن. طول ما الواحد بيتمرن كويس كابتن، والله ربنا هيكرمك. لو ما كرمكش دلوقتي هيكرمك بعد كده، وده اللي حصل معايا كابتن هاني. اول سنه ليا في النادي الاهلي يعني تقريبا ما لعبتش ماتشين على بعض، بس كنت الحمد لله بتمرن كويس، وبشهاده اللعيبه كلها، وعمري ما عملت مشكله بفضل الله. اللعيبه كلها الحمد لله بتحبني، بتتكلم معايا، اللعيبه الكبار. فطبعا اكتسبت خبرات كبيره جدا، والحمد لله اول ما رحت المقاطعه خدت هداف الدوري يعني. خدت هداف الدوري، الدوري ساعتها كمان يعني. سيبك كمان من موضوع هداف الدوري، لا الاداء الحمد لله كنا يعني كان في تطور دايما يعني. كنا فرقه محترمه مع جهاز فني محترم ومجلس اداره في المقاطعه، لا عملنا حاجه كويسه، الناس كلها اشادت فينا. فحته الظالم والمظلوم دي انا ما بحبهاش خالص يعني في حياتي عموما، ما بتمشيش وراها قوي. انا دايما شايف ان انا لا، انا محتاج ان انا ازود حاجات عندي، محتاج انا مقصر. انا دايما بحط نفسي في الحته دي، عشان ما يعني ما حسيتش نفسي خلاص انا وصلت بقى للنادي الاهلي، خلاص يبقى طموحي كده وقف. بالظبط. انا دايما بحب ان انا يبقى عندي طموح، عندي هدف ان انا اوصل له. فالحمد لله الواحد بيعمل. ايه طموحك بقى في الفتره الجايه يا كابتن احمد؟ والله طموحي اول حاجه ان شاء الله ربنا يكرمنا وناخد افريقيا، دي يعني ده طموح اللعيبه كلها. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، وباذن الله ربنا يكرمنا، وبعد كده بقى كل اللي يجيب ربنا كويس يعني ان شاء الله. يا رب يا رب. طيب احمد، سؤال ليك انت وحسين في نفس الوقت. احنا كنا عارفين ان المباراه قبل النهائيه دي، الكاف قال ان المباراه خلاص بقت مباراه فاصله، دلوقتي بقت مباراه ذهاب وعوده. رايك ايه في الموضوع، وانهي كان افضل بالنسبه للنادي الاهلي؟ قول يا سحر. وانت الاول. قول على التليفون. قول انت الاول. يا كابتن، احنا بالنسبه لنا كلعيبه والله بجد يعني مش كلام، احنا مش فارق معانا هنلعب كام ماتش او ماتشين او ماتش واحد او فين، على قد ان احنا ان شاء الله يا رب ربنا يكرمنا بالبطوله ان شاء الله، لان البطوله غاليه جدا على جمهور النادي الاهلي، فبنتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يوفقنا فيها. تاني حاجه يعني حته ال ممكن احنا عايزين شويه ماتشين لو هنستفيد من الجمهور عندنا في مصر. انت حضرتك كابتن عارف قد ايه جمهور النادي الاهلي هيفرق معانا جدا يعني، لو موجود في المباراه، خاصه كمان لو اتلعبت ماتشين، هيكون اول ماتش بره ارضنا ان شاء الله نقدر نطلع منه نتيجه ايجابيه. والمباراه الثانيه هتكون عندنا بقى مع جمهور النادي الاهلي، يعني مش عايز اقول لحضرتك، تاكيد حضرتك لعبت في الاجواء دي وعارف قد ايه. طبعا طبعا. انت بس مجرد نزولك الملعب وجماهير النادي الاهلي حواليك، دي قصه ثانيه واحساس ثاني.
فانتوا محرومين منها للاسف طبعا. لكن لازم تعرفوا ان جماهير النادي الاهلي كلها على مستوى مصر وافريقيا والعالم كله بيتابعكم من خلال طبعا. الشاشات، وطبعا طموحنا واملنا ان شاء الله بطوله افريقيا، بطوله ان شاء الله ان شاء الله، دي اهم حاجه ان شاء الله. هي دي فعلا، هي دي مش تفرق مثلا مباراه واحده ومرتين، هو الاهم من ده كله. احنا كلنا فعلا يعني السنه دي كلنا ان شاء الله اهم حاجه ان شاء الله عندنا السنه دي احنا هنحقق بطوله افريقيا، هي دي اهم حاجه. مش فارقه بقى مباراه مثلا واحده او مباراه ذهاب وعوده، لا هي هنبص اللي احنا ان شاء الله نحقق البطوله دي اهم حاجه ان شاء الله. كابتن احمد الشيخ بنشكرك جدا. شكرا يا احمد.